الرئيس السيسي يوجه بمواصلة الجهود لضمان إنجاح كأس الأمم الإفريقية تنظيميا وجماهيريا. القاهرة تستضيف اليوم لقاء للقوى الوطنية الليبية لدعم جهود الجيش في محاربة الإرهاب. المجلس الانتقالي السوداني يحذر من مؤامرات تحاك ضد السودان. موجز أنباء منتصف الليل يأتيكم من إكسترا نيوز. أهلا بحضراتكم. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية لتطوير المرافق الرياضية والمنشآت المستضيفة لبطولة كأس الأمم الإفريقية. وخلال جولة تفقدية باستاد القاهرة لمتابعة الترتيبات النهائية لانطلاق البطولة، وجه الرئيس بمواصلة الجهود لضمان إنجاح البطولة تنظيميا وجماهيريا وبما يعكس الوجه الحضاري المشرف لمصر. أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي لأن الرئيس السيسي تفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تم تنفيذها في مجمع استاد القاهرة والتي شملت كافة مكوناته فضلا عن الخدمات والطرق المحيطة به. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل الجاري لتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين، مشددا على ضرورة التنسيق الكامل لضمان سير العمل في الصندوق على أكمل وجه وتحقيق الهدف في تقديم الرعاية والتكريم اللازمين للشهداء والمصابين وأسرهم. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي برئيس صندوق المحاربين القدماء لبحث الموقف التنفيذي للصندوق. وقد أكد الرئيس السيسي أن مصر تقابل العطاء بالعطاء ولا تنسى أبطالها الذين لم يبخلوا بأرواحهم فداء لوطنهم ولشعبهم العظيم. أكد الرئيس السيسي تضامن مصر ودعمها لحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والدول العربية الشقيقة في مواجهة مختلف التحديات التي قد تواجهها والتصدي لكل محاولات زعزعة استقرار منطقة الخليج العربي. جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان. أوضح الرئيس أن مصر تتابع باهتمام بالغ التطورات التي تشهدها منطقة الخليج العربي وبصفة خاصة الأحداث الأخيرة التي تستهدف أمن وسلامة الممرات المائية. وقد أعرب الوزير الإماراتي عن تثمين بلاده لدور مصر ولجهودها الداعمة والهادفة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة. تستضيف القاهرة اليوم لقاء للقوى الوطنية الليبية لدعم جهود القوات المسلحة الليبية في محاربة الإرهاب والتطرف والميليشيات. كما يأتي لقاء القاهرة للتأكيد على دور القوى الوطنية في الحفاظ على مدنية الدولة وإنهاء سيطرة قوى التطرف والإرهاب على طرابلس واستعادة استقرار الدولة الليبية والحفاظ على وحدتها وسيادتها. قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان محمد حمدان حمدتي إن هناك حملة تستهدف تشويه صورة قوات الدعم السريع على حد تعبيره، وحذر من الكثير من المؤامرات التي تحاك ضد البلاد. من جانبها قالت قوى إعلان الحرية والتغيير إن الإعلان عن حكومة من طرف واحد سيعقد الأزمة. وخلال مؤتمر صحفي بالخرطوم نفت القوى وجود أي خلافات بشأن هياكل مؤسسات المرحلة الانتقالية ومن بينها المجلس التشريعي. ختام الموجز، بإمكانكم دوما متابعة المزيد عبر extranews.tv. إلى اللقاء.